منور يا بيه، عملت لك كوبايتين شاي يعدلوا الدماغ. ما قلتليش بقى يا بلدينا. وبعدين المهم يا بيه، من جيم كام يوم كده جاني حد علشان عايز يتأجر شقة في العمارة هنا. الوحدة جاية من الإمارات هي وجوزها، وكانوا مستعجلين قوي يا بيه على الإيجار الليلة قبل بكرة. وجوزها ده اسمه ايه؟ حسن؟ والله يا بيه ما فاكر، بس له ما اسمهوش حسن. جوزها ده تقريبا كان اسمه ايه يا خضر. ايوه يا بيه افتكرت، جوزها ده كان اسمه خالد، علشان هم طالعين سلم العماره كان ماشي على مهله زي ما يكون عيان كده يا بيه، وكانت الست هانم كل شويه تقول له على مهلك يا خالد، على مهلك يا خالد. ايه ده؟ يعني حسن ده مش جوزها؟ انا ما اعرفش حد اسمه حسن والله يا بيه. هو طويل كده وعريض شويه وشعره قصير وابيضاني. والله يا بيه انا ساعات اشوف حد معاها بالمواصفات اللي حضرتك هتقول عليها دي، بس والله ما انا عارف اسمه ايه. بس متهيألي يا بيه كانت مره واقفه في الشارع تحت العماره، كانت مستنيه حد جاي ياخدها بالعربيه، وسمعت هتكلم حد في التليفون وهتقول له انت فين يا حسن. يا بيه هو كلامي ضايق حضرتك في حاجه يا بيه؟ لا يا عم خضر، امسك دور، خليك كلام معايا. ملوش لزوم يا بيه والله، كده انت راجل ستار كل ده كتير قوي يا بيه، ربنا يخليك يا بيه. طب بص يا عم خضر، انا هوريك حاجه كده تقول لي اذا كان هو ده خالد جوزها ولا لا. بص، هي صوره قديمه شويه بس هتقدر تعرف الملامح يعني. بص كده، ايوه يا بيه، هو ده الاستاذ خالد جوزها. متاكد يا عم خضر؟ ايوه يا بيه انا متاكد، هو ده اللي كان معاها اول يوم جت تتأجر فيه الشقة، بس اديله فترة طويلة كده يا بيه مش باين، مش عارف راح فين.